خليني كمان حابه اروح مع حضراتكم لحاله فرح كده حاصله على السوشيال ميديا ما بين جماهير الاهلي، وهي صفقه طبعا طاهر محمد طاهر. النهارده اللاعب اول مره يكون في النادي الاهلي في الجزيره، كان في جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، جلسه مع موسيماني، وهقول لحضراتكم التفاصيل طبعا في الحلقه، ولكن في حاله من الفرح وهو بيتصور في النادي. الجمهور مبسوط جدا بالصفقه دي، يعني انا حابه اقول قد ايه طاهر من ساعه ما تم الاعلان عن التعاقد مع النادي الاهلي في حاله من التفاؤل باللاعب ده. اللاعب ده واعد جدا، من اكتر اللعيبه الواعده الحقيقه في مصر، والفتره اللي فاتت الحقيقه اثبت كفاءه على مستوى لو بنتكلم على المقاولين العرب في الدوري المصري او كمان في المنتخب الاولمبي، وفعلا من السنين اللي فاتت اثبت ان هو واحد من افضل اللعيبه في الدوري المصري. جمهور الاهلي متفائل جدا بطاهر، جمهور الاهلي مستني كتير جدا من طاهر مع النادي الاهلي، وشايف انه هيكون له مستقبل كبير قوي. طبعا تحدي كبير بالنسبه للاعب وان هو يثبت نفسه في وسط مجموعه من نجوم النادي الاهلي.